الفنانة التركية مريم أوزيرلي لم تكن سوى مشخصة لدور سلطانة، بينما الصحافة هي صاحبة الجلالة على مر العصور ولا تزال هي الملكة. عندما يكون المنظمون لتظاهرة ثقافية جرسونات، حينها يرفض الصحافيون الموالون لصاحبة الجلالة أن يكونوا جوقة في ملهى ترقص فيه هيام في غياب سليمان. ومبروك لكل من استبدل مهنة شريفة بسيلفي رخيصة. ابنة صاحبة الجلالة ميرا علي.